ما اعرفش انت لأي بتتضايق مكان. لما بسألك في أسئلة صريحة شوية ولا لا 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 توضيحية يعني. لا لا، أحسن حاجة الوضوح. هل أثر الكلام اللي طلع على السوشيال او اتقال انه شقيق محمد فضل ومحامي عبد الله السعيد في القضية بتاعته ضد الأهلي؟ الله أعلم. هل دي لها تأثير ممكن جوه المجلس او جوه الجانب الإداري الأهلاوي؟ تزعل حد، ممكن تزعل حد، بس انا برضو هقول لحضرتك على حاجه وهتكلم بمنتهى الامانه، وانا بقول على طول، هو على فكره يعني اخويا ده اخويا، طبعا شغله والمكتب ده شغله لا، ومكتب المكتب اللي هو شريك فيه يعني في الاخر ده قرار. انا عمري ما هقول لاخويا معلش، واخويا اهلاوي اكتر مني اكتر مبدئيا، مفهوم. ولكن هي في نقطه مهمه جدا على فكره. في بدايه موضوع عبد الله انا كنت مدير تعاقدات على فكره، وكان في كواليس وقتها في النادي يعني. وده في النادي، بس انا جيت بعد ما الموضوع انتهى يعني، تمام. فكان فيها كواليس. ففي الاخر دي قضيه قانونيه، انا ما اقدرش اقول لاخويا ما تمسكش القضيه، او حتى المكتب اللي ينتمي ليه يعني، لأن دي هو مش حاجه هو مش صاحب قانونيه. المكتب، هو شريك مع ناس يعني. اه شريك مع ناس، وانا فالقرار بتاع الجماعة يعني في البورد بتاع المكتب يعني. وبعدين هو لو بنفس التفكير ده، انا هقول لحضرتك حاجه، لو نفس التفكير، طب ما حسام غالي يقول لي يا فضل ما تعمل كذا، ما انا على علاقتي بحسام ده اخويا يعني، أنا الكلام عارف. ده احنا بعيد عنه خالص، احنا بنفصل نفسنا عن الكلام ده خالص. وهقول لحضرتك على حاجه، انا في ناس كتير بتفتكر لعلاقتي بامير او بحسام او بسراج او بضماطي، او ان الواحد يعرف بعض، لا ولا استاذ خالد المرتجي، مفيش كلام ده خالص، ولا بنسال ولا بنتكلم في اي حاجه مهنيه، امال واحنا ما بن الناس عندها لا ولا انطباع اي حاجه. والله ان والله مفيش انا بقعد، حاجة بتحصل غير الكلام في المواضيع دي. طب انا هقول حاجه على حاجه، وحياه ربنا انا في حاجات بتحصل في النادي والله العظيم ما اعرفها يعني. هضرب حضرتك مثال، وده حقيقي على فكره، اسال اي حد، مروان النايب ده يمكن من يعني اخ كنت لسه اصغر هسألك ان هو اشتغل معاك كمان. في البطوله طبعا، ما كانش حد يعرف، ومروان من الناس المحترمه جدا والله العظيم، انا عرفت زي الناس كلها، والله انا عرفت زي الناس كلها بس يعني، عرفنا ان الموضوع وقف كمان بتاعه. الله اعلم. انا عرفت من حضرتك، او انا بعرف من حضرتك، والله ما اعرف. فانا يعني انا بقول لحضرتك ايه، انا مش مركز في الحاجات دي خالص، تمام. ولا عاوز اعرف اخبار ولا كواليس. انا دوري ان يعني انت الواحد بتعرف يشتغل الاخبار زي اي ويجتهد. حد، تقرا خبر بتعليق، بتتفرج على بص تلفزيون يا استاذ محمد، انا دلوقتي زي اي اللي انا متابع مركز فيه، يعني. اللي انا مركز فيه دلوقتي ان انا عندي، ويمكن دي بقى حاجه يعني لحضرتك، يعني الاسبوع الجاي انا عندي مؤتمر، المؤتمر ده ان شاء الله هيبقى من اكبر المؤتمرات اللي تقدر تساعد الشباب في التعليم وفي ايجاد فرص عمل رياضيه، وان الرياضه تبقى صناعه، وان في بلاد كتير جدا سبقتنا احنا عاوزين نرجع تاني. فالمؤتمر ده الاسبوع الجاي، طب انا ده فكرة كويسة اتمنى جدا. ان الناس تيجي تطور من نفسها ده مؤتمر يعني، مشارك فيه مين؟ مشارك فيه الفيفا والكاف والليجا يعني مين والرابطه اللي الدوري بينظمه يعني؟ يعني من انا الجهة اللي بنظمه، بشكل معايا رعاه فردي؟ طبعا، بس انا اللي بنظمه بشكل شخصي يعني. اوكي. وده مؤتمر يعني هتلاقي حاجة فيه اسماء طبعا كتيره جدا. فانا بدعو للشباب اللي عاوز يدخل الرياضه، ان احنا كلنا في ناس كتير قوي في الاجيال دي عاوزه تدخل الرياضه ومش عارفه تبتدي منين، وناس عاوزه تتعلم ومش عارفه، تعالى اتعلم، تعالى شوف الناس بتتكلم على القويه في صناعة الرياضه، الكورة ولا الرياضة بشكل عام ولا الكورة بشكل صناعه خاص؟ الرياضه بشكل عام، ولكن الكوره طبعا بشكل خاص يعني. الرياضه في حاجات كتير، بس صناعة الرياضه دي تقصد كلها بها البيزنس في الكورة والاستثمار الرياضي والماركتينج والكلام ده؟ التسويق والإدارة والقانون وكل حاجة لها علاقة بالرياضة بشكل عام، وبكرة القدم طبعا، إن هي الأم مهما كان، هي الرياضة الأم. فكرة فإحنا حلوة عندنا جدا طبعا. الحاجات دي كلها، وبالصحافة وكل حاجة، وفي ستارت ابس ولاد صغيرين في شركات ناشئة، والحاجات دي كلها هو ده هدفنا. زي ما حضرتك قلت، في تعصب، أنا عاوز أطلع بره التعصب، عاوز الناس تبتدي بجد نطلع احنا بره الحاجات دي ونتعلم، ونتأكد ان الرياضة دي مورد هام وكبير جدا للدولة. وهي مورد هام كبير جدا لدول كتير زي ايطاليا، البرازيل، يعني في دول كتير بره الكوره بالنسبه لهم ده دخل قومي يعني. ده 100%. يعني انا بقول لحضرتك على موضوع تحديدا يعني، ان الموضوع ده انا سئلت فيه كتير، حتى الاسبوع الماضي يمكن كابتن عدلي القيعي كان يعني اتكلمت، وده ايقونه كبيره جدا. لا يعني ممكن السوشيال ميديا او حاجه يودوا اتجاه تاني، لكن الموضوع مختلف، احنا بنقعد مع بعض، احنا كلنا اصحاب، مفيش اي حاجه من الحاجات دي، ما انا عشان كده والحمد يعني لله كل علاقه الواحد الاسئله، بالانديه جيده.
كل الاسئله اللي احنا اتكلمنا فيها دي هي عشان في حاجات كتير، وانا مقتنع ان السوشيال بتدي انطباع كتير في موضوعات كتير على الواقع ما بيبقاش موجود. ده حقيقي، يعني على الواقع ما بيبقاش، يعني الناس تخش على السوشيال تشعر ان في موضوع والناس كلها مهتمه وان في مشاكل، وعلى ارض الواقع تلاقي في الاغلب الموضوعات مش بالشكل ده، حتى لو الناس بتتكلم فيها بس مش بالحده دي ولا بالاسلوب ده. كابتن فضل، انا سعيد بالمداخله الصريحه دي، وكعادتك طبعا يعني اصريت الحلقه برايك، وان شاء الله نلتقي قريبا على الهوا يعني. لا ده انا اللي شرفني، وحضرتك ونبقى باكنج ليك في المؤتمر طبعا ان شاء الله باذن الله. يا رب، ده انا شرفني، وحضرتك عارف مدى حبي واحترامي لحضرتك جدا، وكنت بدور على سيد بس ما لقيتوش، ما حضرتك سيد معاهم حتى ادور عليه كده. سيد كان معايا الثلاث امبارح، اول امبارح كان معايا اول امبارح. لا سيد من الشخصيات طبعا محترمة، محترمة جدا، معوض جميل جداً. طبعا طبعا كابتن طبعاً. فضل انا بشكرك شكرا جزيلا، ونلتقي قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا نجمنا طبعا كابتن محمد فضل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق.